هذا الفيديو من الممكن انه ينحذف بسبب موضوعه الخطير، لهيك حمله وانشره على قد ما تقدر. من الممكن ترجع بعد نص ساعه وتلاقيه محذوف، فياريت دعم باللايك والمشاركه، واذا حبيت اشترك بالقناه. ويلا نبدا بحلقتنا اليوم. في شهر سبتمبر عام 2022 قامت اسرائيل بجلب 5 بقرات من ولايه تكساس الامريكيه بسريه تامه لفلسطين المحتله حتى تعتني فيها ويصير عمرها 5 سنوات. وكل هالشي استعداد لواحد من أقدس الطقوس اليهودية التلمودية على الإطلاق، وهالطقس هاد من المحتمل يكون شرارة الملحمة الكبرى وزوال إسرائيل من على الخارطة. أما الاحتمال الثاني وهو الأخطر واللي رح نكشفه بهاي الحلقة. بالفترة الأخيرة ما لاحظتوا شي غريب؟ بالعادة بيكون في اقتحامات ليهود مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وعددهم ما بيكون كبير إذا قارناهم بعدد اليهود الموجودين بإسرائيل وبالعالم ككل، فعدد المقتحمين بيكون بالمئات بالرغم من الشحن الإعلامي وحملات التوجيه بكل مكان. فشو هو السر؟ في فتوى يهودية بيتبناها كبار الحاخامات وبيآمن فيها الغالبية العظمى لليهود، واللي بتنص على تحريم دخول منطقة المسجد الأقصى لوقت ظهور نبوءة وخرافة تلمودية قديمة جداً. هاي النبوءة متعلقة بطقس يهودي أشبه بالطقوس الهندوسية. هاي الفتوى التلمودية بتقول بفكرة نجاسة الموتى، وبحسب القانون اليهودي فالاتصال بجسي بشري بتصير حالة من النجاسة من الواجب إزالتها قبل دخول الهيكل أو حتى المشاركة بطقوس دينية. فعدد كبير من يهود بالعالم بيستنوا ظهور بقرة حمراء، وهاي البقرة ما إلها مثيل، وظهورها نبوءة من الرب بتبشر بنزول وظهور المخلص، واللي هو عند اليهود المسيح عيسى عليه السلام الحقيقي. فبيآمنوا بأنه المسيح اللي ظهر قبل 2000 سنة هو مسيح مزيف والعياذ بالله ابن زنا. فظهور البقرة الحمراء رح يكون سبب بإزالة النجاسة وكل شيء غير يهودي. ظهرت هاي الوصية بالتوراة وتحديدا في سفر الإعداد للفصل 19، واللي بتنص على بقرة حمراء عطاها الله لسيدنا موسى وهارون عليهم السلام. وبكتاب التلمود اليهودي في نصوص اسمها منشاة، عبارة عن شروح للتوراة بتحكي عن ضرورة ظهور بقرة حمراء فقيعة اللون بمواصفات وشروط نادرة ما إلها مثيل بالعالم. وهي الشروط: أولا لازم تكون البقرة أنثى بدون أي عيوب جسدية، لونها أحمر متوحد بالكامل حتى ما لازم يكون فيها شعرة وحدي مختلفة وإلا صارت محرمة. والشرط الثاني أنه تكون هاي البقرة ما تم استخدامها بالأعمال الزراعية أو وضع على رقبتها حبل، ولازم تكون تربت بأرض إسرائيل. وهذا الشيء بيفسر وضع هاي البقرات بمزرعة بإسرائيل بسرية تامة. والشرط الثالث لما يصير عمر البقرة 3 سنوات لازم يكون الطقس بالكامل من ذبح وحرق وتطهير فوق جبل الزيتون بالقدس المقابل للمسجد الأقصى. فرمزية البقرة الحمراء وطقوس التطهير عند اليهود بتمثل الفرق بين النقاء والنجاسة، وكمان بين الحياة والموت. والبقرة الحمراء الكاملة الخالية من أي عيب بتدل على الطهارة، وحرقها خارج المنطقة المقدسة بترمز للابتعاد عن المجتمع، وبيشكل الرماد الممزوج بالماء مفتاح التطهير وخلاص الإنسان من النجاسة. وبعد ما جابت إسرائيل 5 بقرات من ولاية تكساس الأمريكية وحطتهم بمزرعة سرية ما بيعرف مكانها إلا أشخاص موثوقين لحتى يصير عمر البقرات 3 سنوات لتكون جاهزة ليوم التضحية العظيمة. وهذا اليوم صار قريب كتير أكتر ما تتخيلوا، فيقال إنه بدأوا بإعداد مذبح مقدس استعداد لهذا اليوم، وبيشرف رئيس الكهني على ذبحها خارج منطقة المسجد الأقصى. وبعدها بيتم حرق البقرة بالكامل، الجلد واللحم والدم وحتى الزبل أو ما يسمى الروث. والحرق بيتم بمحرقة مصنوعة من خشب الأرز والزوفة ومادة قرمزية، وبعد الحرق بيتم جمع رمادها بعناية خاصة من قبل كاهن معين مخصص لهي العملية المقدسة، وبيتم خلط الرماد بالمياه النقية لتكوين محلول اسمه مينادا أو ماء التطهير.
فاليهودي إذا لامس ميت أو مقبرة أو اتصل بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة بالموت فهو باعتبارهم نجس، وهون بيطلبوا منه المشاركة بطقوس التطهير، بيرش الشخص على حاله هي المياه باليومين الثالث والثامن، وبعدها بيغطس بحمام طقسي اسمه ميكيفيل، وبمجرد انه ينتهي الشخص من هي العملية بصير نقي طقسيا وبصير مؤهل لاقتحام المسجد الأقصى والتعبد وممارسة كل الطقوس اليهودية. وبتقول الأسطورة اليهودية بأنه تقريبا من 2000 سنة ما انولدت بقرة حمراء بهي المواصفات أبدا، فظهورها إشارة من الرب باقتراب بناء المعبد الثالث وظهور المسيح المنتظر، وحتى يكون هالطقس الوثني الكهنوتي البداية الحقيقية لهدم المسجد الأقصى، واللي على أنقاضه يبنى هيكل سليمان الثالث ليصير الشعب اليهودي مهيئ لدخوله وهو طاهر. فقصة هيكل سليمان الثالث، وبحسب التقليد اليهودي وبعد فتح الملك سليمان عليه السلام للقدس وعملها عاصمة لمملكته، قام بسنة 1000 قبل الميلاد ببناء معبد للإله. كان المعبد معروف بمعبد سليمان الأول، ولكن تم تدميره عام 1586 قبل الميلاد على يد ملك بابل نبوخذ نصر لما فتح القدس، ليتم بناء الهيكل الثاني عام 37 ميلادي. ولما الملك هيرودوس أمر بتوسيع جبل الهيكل وإعادة بنائه، وخلال هاي الفترة الرومانية بعام 70 ميلادي تم تدمير الهيكل الثاني والقدس ككل على يد جيش تيتوس. وبهي الفترة كمان كان يسوع عليه السلام بالقدس، ومن هديك الفترة ولغاية هذا اليوم ما عاد المعبد أو الهيكل موجود وما إله أي أثر. وعلى الرغم من عمليات الحفر المستمرة لعشرات السنين، كانت إسرائيل تدور عن الهيكل لحتى تعطي حجة للعالم بأن اليهود لهم الأحقية بالقدس وإنها من الأصل أرضهم. فبعد حرق البقرة الحمراء بتجي الخطوة الأخيرة لبداية هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان الثالث. فإسرائيل مستمرة بكل الخرافات الدينية المبنية على التراث والتلمود من نشأتها عام 1948 ميلادي، وما تخلت عن أي من شعائرها ونبوءات وخرافات التلمود. حتى أنه راح تنصدموا إذا بخبركم أنه يلي أسسوا إسرائيل هم بالحقيقة ملحدين، ونسبة كبيرة من الإسرائيليين ما عندهم أي ديانة وما بيأمنوا بأي شيء، ملحدين. وبالمقابل العرب بالبداية كانوا بيطالبوا برحيل اليهود عن أرض فلسطين وأنه يرجعوا للبلاد اللي إجوا منها، وهون أنا بحكي عن الإسرائيليين المحتلين المهاجرين. ولكن بالنهاية قبلوا بالواقع، وبوجود إسرائيل على حدود 48 ولما إجت الهزيمة الكبرى عام 1967 صاروا يطالبوا إسرائيل بالعودة لحدود 67، ولكن إسرائيل ما قبلت. وبالمقابل العرب ركعوا وصاروا يطالبوا بالأرض مقابل السلام، فما أخذوا الأرض ولا أخذوا السلام. فإسرائيل إذا ما صارت معجزة رح تحرق البقرة، ولا قدر الله رح تبدأ بهدم المسجد الأقصى، وحتى ما رح يمنعها عن هذا الشيء لا اتحاد أوروبي ولا ولايات متحدة الأمريكية، ولا حتى العرب رح يحركوا ساكن. وأكبر مثال على هذا الشيء كان بعام 1969 ميلادي بحادثة حرق المسجد الأقصى. قالت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير بوقتها: لم أنم ليلتها وأنا أتخيل العرب سيدخلون أفواجا إلى إسرائيل من كل صوب، لكن عندما طلع الصبح لم يحدث شيء، أدركت أننا نستطيع فعل ما نشاء، فهذه أمة نائمة. فتخيل عزيزي المتابع أنه إسرائيل تحرق البقرة وتباشر بهدم المسجد الأقصى، وتخيل لو بوقتها هالأم النائمة صحت على حالها، أكد صديقي بوقتها ما رح تقدر ولا أي دولة بالعالم كله وحتى لو اتحدوا ضد هالأمة أنه يقفوها حتى تبلغ غايتها. فيا ترى هالأم النائمة رح تصحى من غفوتها؟ اكتب لي رأيك بالتعليقات، وما تنسى الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.